بسم الله، ازيك يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلامة. طبعا المحاضرة ديت هتبقى مراجعة لمادة الامن والسلامة زي ما احنا عارفين. دي المراجعة النهائية، خلاص اخر محاضرة. كل سنة وانتم طيبين. وكده نبقى خلصنا المادة بتاعتنا، شرح ومراجعة. ودي بإذن الله هتبقى مراجعة سريعة كده على مادة الأمن والسلامة، فصحصحوا كده وفوق معايا وركزوا عشان خاطر المحاضرة دي مهمة جدا 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 ومهمة، تمام؟ يعني وبرضو فيها الأساليب بتاعة الامتحان هتبقى عاملة ازاي. اوكي، يلا بسم الله. بسم الله. طبعا احنا خدنا قبل كده في اول السنة الدراسية، قلنا ان احنا بنهتم بالسلامة والصحة المهنية. ليه احنا بنهتم بالسلامة والصحة المهنية؟ قلنا احنا بنهتم بالسلامة والصحة المهنية لتحسين ظروف بيئة عمل، وعشان خاطر نوفر بيئة عمل تكون مناسبة وملائمة وآمنة، بتبني سلوكيات السلامة والصحة المهنية، بتبني سلوكيات ليهم، سلوكيات آدمية، سلوكيات إيجابية. طبعا بتوفر لي بيئة عمل آمنة، بتديني نتائج إيجابية على مستوى العاملين وعلى مستوى المنشأة وعلى مستوى المجتمع. اوكي، يعني لو جه دلوقتي قال لك جالك سؤال في الامتحان قال لك لماذا نهتم بالسلامة والصحة المهنية، كلمتين ورد غطاهم بس، مش اكتر ولا اقل، ما تزودش عليهم. انا مش عايزة تفاصيل كتير وهري في الامتحان، انا عايزة بس الكلمة او الاجابة بتبقى على قد السؤال عشان خاطر نحسن ظروف بيئة عمل ونوفر بيئة عمل تكون مناسبة وملائمة وامنة وتبني سلوكيات ايجابية للسلامة والصحة المهنية، بس لا اكتر ولا اقل. اوكي، طيب ايه تاني عندي؟ الغرض من وجود برامج للسلامة والصحة المهنية. انا عندي ايه هو الغرض من وجود برامج للسلامة والصحة المهنية؟ الغرض منه ايه؟ طبعا اكيد بيبقى في عندي برامج للسلامة والصحة المهنية بمشي عليها. طيب ايه هي البرامج ديت اللي بتبقى موجودة؟ اول حاجة اعداد وتنفيذ دورات تدريبية لزيادة الوعي بالسلامة والصحة المهنية. طبعا بنعد وبننفذ وبنجهز دورات تدريبية عشان خاطر الدورات ديت زي كورسات كده بالظبط، عشان خاطر نزود الوعي بالسلامة والصحة المهنية، ندرب، نوعي، ندي كورسات، حاجات كتير تكون شاملة وتكون فيها ايجابيات لزيادة الوعي بالسلامة والصحة المهنية. ايه تاني؟ العمل على وضع لوائح واجراءات السلامة والصحة المهنية. احنا طبعا قلنا قبل كده ان احنا لازم نحط قوانين ونحط لوائح واجراءات للسلامة والصحة المهنية، للعمال يمشوا عليها والموظفين يمشوا عليها، ونبدأ ان احنا نوعي الناس ونوعي العمال في تنفيذ اللوائح دي وينفذوها ازاي ويطبقوها ازاي في حياتهم العملية، بحيث ان هم لما ييجوا يطبقوها ما يلاقوهاش صعبة في تطبيقها، يلاقوا اي عقبات فقدامهم، تمام؟ برضو بنشجع العاملين، تشجيع العاملين واصحاب العمل على اتباع وتطبيق اجراءات السلامة لتقليل مخاطر العمل. بنبدأ ان احنا نشجع العاملين واصحاب العمل لتطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية، بنشجعهم طبعا ان هم يطبقوا اللوائح والقوانين للسلامة والصحة المهنية. اوكي، بعد كده احنا بنحدد مسؤوليات وواجبات العاملين واصحاب العمل فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية. طبعا بنبدأ ان احنا نحدد مسؤوليات وواجبات العاملين، ايه المسؤوليات اللي عليك وايه الواجبات اللي عليك للعاملين واصحاب العمل اللي بيتعلق بالسلامة والصحة المهنية. طبعا زي ما بيبقى ليهم مسؤوليات بالتالي بيبقى ليهم واجبات. اوكي، برضو ايه تاني؟ الاحتفاظ بسجلات دائمة لمتابعة الاصابات والامراض الناتجة عن العمل. طبعا يعني ايه سجلات دائمة؟ يعني انا كمهندس سيفتي بلف في المصنع كله، بشوف الحالات اللي عندي، ببدأ ان انا ادون السلوكيات والايجابيات اللي عندي، بشوف نسبة السلوكيات عندي اكبر من نسبة الايجابيات ولا لا، ببدأ ان انا ادون كل ده في السجلات اللي عندي، بمشي بنوت بوك كده صغير وببدأ ان انا ادون اكتب كل ده، المخاطر، السلوكيات، الايجابيات، الحاجات دي كلها،
تمام. طبعا الحاجات دي عشان خاطر غرضها ايه او هدفها ايه، بتعمل لي ايه يعني؟ هدفها ان انا بتجنب تكرار حدوث اصابات مماثله مستقبلا. يعني بمعنى اصح، لو انا لقيت اي سلوكيات مش عاجباني، او لو لقيت اي خطر مثلا بعيني مره واتنين او مره واحده، ببدا ان انا خلاص هبدا ان انا اتجنب التكرار ده، هبدا ان انا اعالجه بالراحه عشان خاطر اتجنبه بعد كده، تجنب التكرار بتاعه بعد كده، مش هكرره كتير، اوكي؟ عشان ما ينتجش حدوث اصابات قدام. طيب نيجي بقى مسؤوليات اصحاب العمل، احنا اتكلمنا عنها قبل كده، قلنا ايه هي مسؤوليات اصحاب العمل. طبعا الالتزام باتباع وتنفيذ قوانين السلامة والصحة المهنية، نلتزم باتباع واجراءات وقوانين السلامة والصحة المهنية اللي بتفرضها عليا، تمام. ايه تاني؟ بنوفر مكان وبيئة عمل تكون خالية من اي مخاطر، طبعا لان المخاطر ديت ممكن تؤدي الى اصابات عمل، وممكن تؤدي الى وفيات كثير من العمال، فبالتالي ان احنا لازم نوفر مكان وبيئة عمل تكون خالية من اي مخاطر، تمام. طيب ده مسؤوليات اصحاب العمل. مسؤوليات العاملين بقى، طبعا مسؤوليات اصحاب العمل لازم اوكي ان هم يطبقوا لازم ان هم يلتزموا باتباع وتنفيذ قوانين السلامة والصحة المهنية، عشان خاطر يبقى قدوة، عشان يبقوا قدوة للعاملين قدامهم. مش معلش انا دلوقتي بفرض لوائح وقوانين على العمال اللي عندي او الموظفين اللي عندي في الشركة، وانا اصلا مش متبع او مش بنفذ القوانين دي، فاصلا يعني انا لازم اكون قدوة ليهم، فهم ازاي هينفذوها اصلا واذا كان صاحب الشركة ذات نفسه ما بينفذهاش، مش بيتبعها، تمام. نيجي بقى لمسؤوليات العاملين. ايه هي مسؤوليات العاملين؟ الالتزام باللوائح، اوكي. تاني، الالتزام باللوائح واتباع وتنفيذ اجراءات وتعليمات السلامه والصحه المهنيه، لازم ان احنا نلتزم ونتبع اللوائح بتاعتنا وننفذ اجراءات تعليمات السلامه والصحه المهنيه. مساعده صاحب العمل في تطوير برنامج السلامه والصحه المهنيه، لازم ان احنا نساعد صاحب العمل في تطوير برنامج السلامه والصحه المهنيه، اللي احنا ازاي نطور البرنامج بتاعنا او الكورس بتاعنا او التدريب بتاعنا في السلامة والصحة المهنية، نزود الوعي اكتر على الناس او على العمال اللي عندي، نبدأ خطط جديدة في برنامج السلامة والصحة المهنية، نزود برامج كتير، نطور من السلامة والصحة المهنية، تمام. فلازم المساعدة وتشجيع في تطوير برنامج السلامة والصحة المهنية. طيب نيجي بقى لتقييم المخاطر. ايه هو تقييم المخاطر؟ عملية تقييم المخاطر ديت بيقولك ان هو بيقصد بيه ان هو رصد شامل لكل المعدات. يعني ايه رصد؟ يعني فحص، يعني انا بعمل عملية فحص كامل لكل العمل، اللي هو بمعنى ايه؟ بمعنى المعدات اللي عندي، المعدات بعمل لها عملية رصد يعني فحص، بعمل لها بعمل لبيئة العمل برضو فحص، بعمل للمكان برضو فحص، بشوفهم متأمن ولا مش متأمن، بيئة العمل اللي هم عايشين فيها واللي هم بيتعاملوا فيها واللي هم بيشتغلوا فيها آمنة ولا مش آمنة، الصيانة على الأجهزة، ببدأ إن أنا أشوف الصيانة بتاعة الأجهزة اللي هم بيشتغلوا عليها، ببدأ إن أنا أعمل لهم عملية فحص شامل ودوري كل يوم. الحاجات ديت لو ما عملتهاش بتسبب لي مشكلة كبيرة جدا، أوكي. طبعا الفحص الشامل دوت مش الصيانة بس، او اللي هو يشوف المكان مثلا متأمن او بس، لا، الفحص الشامل هو بيقصد بيه البحث عن المشكلة التي قد تتواجد. يعني انا ممكن اشوف اي مشكلة عندي وانا في اي مشاكل عندي وانا مش شايفها، فانا لازم اشوف اعمل عملية فحص، اشوف مثلا ايه المشاكل اللي في ايد الموظفين او اللي بتبقى مع العمال ومش عارفين يحلوها، فانا اجي واعمل عملية الفحص الشامل دي وابدأ ان انا ابحث عن المشاكل اللي هي ممكن انا بدوري احلها، اوكي. طيب الهدف من تقييم المخاطر، ايه هو الهدف من تقييم المخاطر؟ خفض مستوى المخاطر، بخفض نسبة المخاطر اللي عندي او بخفض مستوى المخاطر اللي عندي، بالتالي بحول تحسين الاثر السلبي الى اثر ايجابي، تمام. بعد ما بنا مخفض، طبعا بعد ما اعمل عملية خفض لمستوى المخاطر اللي عندي، الاثر السلبي بحوله على طول دايركت لاثر ايجابي، تمام، لحد ما نزيل الخطر ده نهائي، اوكي. طيب ايه هي الخطوات اللازمة لتأدية عملية تقييم المخاطر؟
أول حاجة بنقيم الإمكانيات وحدود نشاط صاحب العمل. يعني إيه؟ يعني إن أنا بمعنى أصح بعمل عملية إجراء لتقييم المخاطر بيتعين على أساس المشاركة، بعمل عملية تقييم مخاطر على أساسها من المشاركة. تمام. ايه تاني؟ ببدأ ان انا اتناقش مع صاحب العمل في المخاطر اللي انا بشوفها ان هي بتمثل مشكلة، المخاطر اللي هي ممكن تسبب لي مشاكل كتير، ممكن تسبب لي انهيارات كتير. ببدأ ان انا احدد الاحتياطات اللازمة بتاعتي بطرق بتشمل صاحب العمل والعاملين. اوكي. طيب لو السؤال مثلا جالي كده في الامتحان، لو انا جبت السؤال ما هي عملية تقييم المخاطر، انت هتقول لي رصد شامل لكل العمل، الفحص الشامل، رصد احتمالات حدوث مشكلة، بس مش اكتر ولا اقل. لو انا جيت قلت لك الهدف من تقييم المخاطر انا عايزة بس خفض مستوى المخاطر، اللي هو محاولة تحسين الاثر السلبي لاثر ايجابي وازالة الخطر. اوكي. طيب ايه هي الخطوات اللازمة لتأدية عملية المخاطر؟ زي ما انتم ما شايفين كده، اول حاجة تقييم الامكانيات وحدود نشاط صاحب العمل، دي اول حاجة عندي. اتنين، التعرف على المخاطر. ثلاثة، تحديد، اللي هو ثالثا تحديد مستوى المخاطر. اوكي. رابع حاجة عندي طبعا اللي هي فئات المخاطر. ده بالنسبة طبعا، ده بالنسبة للسؤال ده اللي هي الخطوات اللازمة لتأدية عملية تقييم المخاطر. لما اجي اقول لك ما هي الخطوات اللازمة، انا عايزة العناصر بس، مش عايزة العناصر وكل الشرح عليها. تقييم الامكانيات وحدود نشاط صاحب العمل، ولو طلبت الشرح او مثلا طلبت مع تفصيل كل عنصر بإيجاز، ممكن مثلا تكتب لي على تقييم الامكانيات وحدود نشاط صاحب العمل، اجراء تقييم المخاطر بيتعين على اساس ان المشاركة، تقييم المخاطر وتحديد احتياطات لازمة. اتنين بس فقط، مش اكتر، مش عايزه الدش ده كله، عايزه اتنين او واحده بس. تمام. بعد كده طبعا التعرف على المخاطر. هتعرف على المخاطر ازاي؟ اول حاجه بحدد المخاطر الاول، وببدا ان انا بفحص كافه جوانب العمل. ببدا ان انا بعمل عمليه فحص لكافه جوانب العمل اللي عندي، زي العمل بالماكينات المختلفه، العمل مع المعدات والالات الكهربائيه واوضاع العمل. اوكي. يعني بمعنى اصح ان انا بتعامل مع الاجهزه اللي عندي، الاجهزه المختلفه، وبتعامل مع المعدات والالات الكهربائيه، لحد ما اشوف المخاطر اللي عندي فين بالظبط. ببدا ان انا اعمل عمليه ادراج للانشطه الغير روتينيه. زي ايه مثلا؟ الانشطه الغير روتينيه اللي احنا مش متعودين عليها. اوكي. زي الصيانه، الاصلاح، التنظيف. هو انا متعود ان انا بعمل صيانه كل يوم؟ لا طبعا مش متعود ان انا بعمل صيانه كل يوم، فانا ببدا ان انا بعمل الحاجه ديت عشان خاطر اشوف الخطر فين. ببدا ان انا اصلح اي معده او اي ماكينه عندي بايظه، انظفها كويس. اوكي. بس ده اللي انا عايزاه، مش عايزه الدش ده كله اللي انا مش اللي انا ما شرحتهوش او اللي انا سبته ده، انتوا مش مطالبين بيه نهائي، مش عايزاه. اوكي. طيب بعد كده عندي تحديد مستوى المخاطر. تحديد مستوى المخاطر ديت اللي هي معنى اصح تصنيف المخاطر، بصنف المخاطر عندي او ايه هي انواع المخاطر اللي بيتم تعريفها. انواع المخاطر طبعا كتير جدا، انواع المخاطر كتير جدا، بيجب تصنيفها في فئات مختلفه مبنيه على طبيعه المخاطر، منها 7 فئات مختلفه. ايه هي ال7 فئات ديت؟ اول حاجه انا عندي مخاطر الحوادث، انا عندي مخاطر كيميائيه، عندي البروده والكهرباء وسوء التهويه. تمام. عندي مخاطر ارجونيه. اوكي. زي ما انتم شايفين عندي مخاطر بيولوجيه، عندي مخاطر ظروف عمل، عندي مخاطر نفسية. طيب دي طبعا انواع المخاطر اللي انا عرفتها دلوقتي. طيب انا لما اجي اسالك في الامتحان اقول لك ما هي فئات المخاطر، او ما هي تحديد مستوى او تصنيف المخاطر، تصنيف مستوى المخاطر، او ما هي انواع المخاطر التي يتم تعريفها، ال3 أسئلة اللي أنا قلتهم دول فئات المخاطر، هتذكر لي اللي هي مخاطر الحوادث. ال7 مخاطر دول، مخاطر الحوادث، مخاطر كيميائية، برودة وكهرباء وسوء تهوية، المخاطر اللي احنا لسه قايلين عليها. ما هي فئات المخاطر؟ ما هي تصنيف مستوى المخاطر؟ ما هي أنواع المخاطر التي يتم تعريفها؟ ال3 أسئلة دول بنفس الـ بنفس النمط وبنفس الأسلوب يمشي معاهم، أو هو أو بمعنى أصح الإجابة بتاعتهم واحدة،
الإجابة بتاعتهم واحدة، اللي هي مخاطر الحوادث، زي مثلا الحوادث الناجمة عن الأسطح المبتلة والغير مستوية وأدوات القطع والآلات والمعدات الكهربائية. يعني أنا شغالة على معدة إيدي اتشرخت، إيدي حصل لها أي انزلاق، أي خدش وأنا مش شايفه، أي حاجة لا قدر الله من مخاطر الحوادث الناتجة عن الآلات والمعدات اللي عندي. تاني حاجة عندي المخاطر الكيميائية، هي المخاطر الكيميائية اللي أنا بتعرض لها مثلا على سبيل المثال وانا في الشارع، غبار محاصيل، عوادم سيارات، غبار معادن، مواد كيميائيه سامه. لو احنا لو انا شغال مثلا، لو انا معدي على شركه غزل ونسيج، شركه جبس، لو انا شغال في شركه جبس، بالتالي المخاطر دي هتسبب لي طبعا حوادث، او هتسبب لي لخطر كبير جدا على صدري، هتسبب لي حساسية على الصدر، ضيق تنفس، الحاجات دي كلها هينتج عنها اثر سلبي عليا. اوكي طيب، بعد كده انا عندي البرودة والكهرباء وسوء تهوية. طبيعي ان انا طبعا عندي البرودة والكهرباء وسوء تهوية. الكهرباء عندي سلك عريان في القسم اللي انا شغال فيه، عندي السلوك بتاعتي مبلوله، فيها نسبه ماء، فبالتالي ممكن يحصل اي هتكهرب، طبيعي ان انا هتكهرب. ممكن لو السلوك عريانه قوي هيحصل عمليه شرذ وفرقعه، ممكن يحصل عمليه انفجار لا قدر الله. اوكي طيب، مخاطر الظروف العمل. ايه هي مخاطر ظروف العمل؟ زي مثلا ساعات العمل الطويلة. ساعات العمل الطويلة ديت، لو انا شغال، لو انا مدة شغلي على سبيل المثال 7 ساعات، جاء الشفت بتاعي 7 ساعات في الشغل او 8 ساعات عموما، انا عندي المدير التنفيذي او مثلا المهندس بتاعي جا زود عندي الشفت 5 ساعات كمان او 6 ساعات كمان اضافي، او زودني شفت على شفت، فبالتالي هيسبب لي خطر في نفسي قبل ما سبب له خطر في الشركة بتاعته. وبالعكس برضو انا ممكن اسبب له هأذيه اكتر ما هو، اكتر ما انا هأذي نفسي. هأذيه ازاي؟ انا مش هطلع الشغل بيرفكت زي ما هو عايز، هينتج قصور طبعا عن الانتاج اللي هو هيطلعه، قصور جوانب صحية وسكنية، مش هيبقى فيه صحة ان هو يشتغل، مش هيبقى الشغل بتاعه والانتاج بتاعه اللي هو بيطلعه بيرفكت زي ما هو عايز. اوكي طيب، بعد كده عندي المخاطر النفسية. المخاطر النفسية زي سوء المعاملة والمهانة والعزلة. سوء المعاملة، انا مش بتعامل كويس في الشغل، مش حابب الشغل اللي انا فيه، مضغوط، الناس اللي مثلا دايما المدير بيقطم فيا كتير، بيأثر، بينزل من مكانتي كتير قوي، فبالتالي انا طبعا ده بيأثر على الجهادات بتاعتي، في ضغوطات عليا، في سوء معاملة، فبالتالي ده بيأثر عليا بتأثير سلبي. اوكي طيب، ايه هي اداة تقييم المخاطر؟ أداة تقييم المخاطر في مستوى المخاطر الفعلية بطريقتين، في عندي مدى الاحتمالية وفي عندي مدى شدة المخاطر. ايه هي مدى الاحتمالية؟ اللي هي مدى احتمالية حدوث المخاطر. طيب، مدى شدة المخاطر اللي هي شدة خطورة المخاطر في حال حدوثها. طيب، أداة تقييم المخاطر دي اللي هي بتنتج عنها مدى الشدة ومدى الاحتمالية، أنا عندي، خلينا بس في مدى الاحتمالية الأول. مدى الاحتمالية يعني أنا عندي 3 احتماليات، احتمالية عالية، احتمالية متوسطة، احتمالية منخفضة. أنا عندي 3 احتماليات، احتمالية عالية، احتمالية متوسطة، احتمالية منخفضة. طيب، أنا عندي مدى الشدة. مدى الشدة بتاعي يا إما الشدة بتبقى خطيرة، يا إما بتبقى متوسطة، يا إما صغيرة. أوكي طيب، أنا عندي مدى الاحتمالية العالية زي إيه؟ الاحتمالية العالية زي مثلا الانفجار. الانفجار ده خطير، المدى الشدة بتاعها خطير ولا متوسط ولا صغير؟ طبيعي ان المدى الشدة بتاعها خطير. اوكي طيب، الاحتمالية المتوسطة
الاحتمالية المتوسطة عندي زي ايه؟ لو انا مثلا شغال على سقالة فوق ومش لابس حزام الامان، حزام الامان اللي عندي اللي هو انا لو انا شغال مثلا في الادوار العالية ومش لابس حزام الامان، ده طبعا بينتج عندي خطر، ممكن اقع من على السقالة. في الحالة ديت ممكن دراعي يتكسر، ممكن رجلي تتكسر، ممكن اي خدش في جسمي يحصل له. فبالتالي دي احتمالية بتاعتي متوسطة، بالتالي مدى الشدة بتاعي هيبقى متوسط. اوكي، طيب الاحتمالية المنخفضة زي ايه؟ لسه قايلينها دلوقتي، زي مثلا عدد مخاطر ظروف العمل، ظروف عمل او ساعات العمل الطويلة. ساعات العمل الطويلة دي احتمالية منخفضة، بالتالي مدى الشدة بتاعها منخفضة. اوكي، زي ما احنا شايفين كده اهوت مثال على قطاع النسيج، موريلك اهوت عندك مدى الشدة ومدى الاحتمالية عشان تفهمها اكتر. انت عندك احتمالية عالية زي الحرائق او الانفجارات، مدى الشدة بتاعتها خطيرة، والتعرض برضو للحرارة والغاز متوسط. عندك طول ووقت العمل هي ساعات العمل الطويلة زي ما احنا لسه مايلين فوق، دي احتمالية منخفضة او الاحتمالية بتاعتها عالية بس مدى الشدة بتاعتها صغيرة. عندك احتمالية متوسطة، احتمالية متوسطة زي مثلا الآلات اللي هو انفجار الآلات مثلا، الاحتمالية المدى الشدة بتاعها متوسط خطيرة. عندك مدى الشدة بتاع الاحتمالية المتوسطة الغبار وصبغات تكرار الحركة، المناولة، النقل، الاحتمالية بتاعتها متوسطة تمام. الصغيرة زي ما انتم شايفين طول المسافات بين أماكن المناولة. الاحتمالية المنخفضة زي الكهرباء، اوكي، مدى الشدة بتاعتها اوكي خطيرة. انت عندك الـ في الاحتماليه المنخفضه مدى الشده الصغيره بينتج عنها اهتزاز الالات، ممكن الالات تهتز مثلا، يحصل عندي عمليه اهتزاز فظيع، فمدى الشده بتاعتها صغيره. اوكي، طيب بعد كده عندي بيقولك كيف نصمم التدخلات المناسبة لمواجهة المخاطر التي تتم تقييمها. أنا عندي أول حاجة بيقولك قم بمواجهة المخاطر العالية أولا عند إمكانية ذلك، بعد كده يجب مراعاة أهمية البدء بتصميم حلول بسيطة وغير مكلفة، وتاني يجب مراعاة مصالح جميع المنتفعين أو المشاركين. يعني الكلام ده كله انا برضو عايز حاجه سلسه وبسيطه وما تعقدنيش في الكلام ده كله. يعني بمعنى اصح هو بيقول لك ان انت هتقوم بمواجهه المخاطر العاليه الاول، هتشوف المخاطر العاليه هتواجهها، تشوفها جايه منين، بعد كده هتشوف حلول بسيطه وغير مكلفه ان انت تحل فيها المخاطر ديت بطريقه غير مكلفه وطريقه بسيطه، اوكي، وحلول بسيطه. بعد كده ان انت هتراعي مصالح جميع المنتفعين والمشاركين، يعني بمعنى اصح ان انت هتراعي جميع مصالح المنتفعين والمشاركين في هذه الحالة. طيب انا عندي بقى ايه هي الاوشا، عايز اعرف بس يعني ايه اوشا. هو جايب لك هنا انواع المخاطر المحتملة في الصناعات العامة وطرق الوقاية بتاعتها، عايزين بس نعرف ايه هي الاوشا. الاوشا ديت بيقول لك هي الحروف الاولى من ادارة السلامة والصحة المهنية، اللي هي عندي Occupational Safety أو Health Administration. أوكي، يبقى أنا عندي الأوشا الحرف الأول أو الحروف الأولى من إدارة السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل الأمريكية، اللي هي اسمها عندي Occupational Safety أو Health Administration. تاني الأوشا هي الحرف الأول أو الحروف الأولى من إدارة السلامة والصحة المهنية. الأوشا ديت هي حروف أولى أو حروف أولية من إدارة السلامة والصحة المهنية، بتبقى فين؟ بتبقى في وزارة العمل الأمريكية، اسمها عندي Occupational Safety أو Health Administration. أوكي، يبقى اسمها عندي Occupational Safety و Health Administration. طب إيه هي بقى الأوشا دي؟ إيه هي الجهة المسؤولة عن إصدار تشريعات السلامة والصحة المهنية؟ هي الجهة المسؤولة، يعني هي المنظمة المسؤولة عندي عن إصدار أي تشريعات للسلامة والصحة المهنية وأي مواصفات قياسية خاصة بذلك، وبالتالي بتتابع وبتفرض تنفيذها في مواقع العمل المختلفة بالولايات المتحدة الأمريكية. يعني الحاجات دي فرضت فين واتنفذت فين؟ اول ما فرضت واتنفذت كان في الولايات المتحدة الامريكية، ما كانش هنا خالص في مصر. يبقى انا عندي اول ظهورها واول تنفيذها فين، اول تنفيذها كان واول ظهورها كان في الولايات المتحدة الامريكية، وبدأ ان هم ينزلوها مصر وتطبق هذه المواصفات القياسية علينا. اوكي، طيب عايز اعرف بقى ايه هي انواع المخاطر. انا عندي اول حاجة مخاطر الكهرباء، زي ما انتم شايفين مخاطر الكهرباء عندي انواع كتير،
عندي بعد كده الحرائق وكيفية مكافحتها، تمام، وعندي أسباب الحرائق برضو. الحرائق كتير زي ما انتم ما شايفين اهوت، طيب نيجي بس كده لأول حاجة عندي، ليه مخاطر الكهرباء. أول حاجة إن الأجهزة والمعدات الكهربائية اللي عندي لازم أن تكون مطابقة لمواصفات السلامة والصحة المهنية. الأجهزة والمعدات الكهربائية اللي عندي لازم أن تكون مطابقة لمواصفات السلامة والصحة المهنية، يعني تكون مطبقة ولوائحها وقوانينها تكون بمواصفات وماشية على قوانين السلامة والصحة المهنية. طيب العلامات المثبتة عليها تكون سهلة وواضحة القراءة، أوكي. عندي طبيعة الكهرباء. طبيعة الكهرباء طبعا أنا لما باجي بشتغل في الكهرباء أو لما باجي مثلا بصلح حاجة فيها عشان أخاطر أشتغل فيها أو عشان خاطر أعمل فيها في أي حاجة، لازم أن تكون دائرة الكهرباء اللي عندي اللي هي اسمها عندي البريزة أو البواط اللي عندي لازم أن يكون مغلق، مغلق يعني ما بيكونش مفتوح من أي مخرج أو من أي ثقب، ما يكونش فيه أي ثقب أو أي حاجة فيه عشان ما يحصليش أي خطر عليا أو ما اتكهربش وأنا بشتغل، أوكي. طبعا الكهرباء عندي لما بتيجي تتحرك بتتحرك دايما نحو الأرض، يعني بتمشي تحت الأرض. الكهرباء طبعا بتبقى موجودة عندي تحت الأرض، لما بتيجي تمشي مش بتمشي عشوائي كده فوق واحنا بنشوفها، لا الكهرباء دايما لما بتيجي تمشي أو احنا عارفين كلنا ان الكهرباء موجودة تحت الأرض، تحت الأرض، تمام. أنا عندي مخاطر الكهرباء. أول حاجة عندي في مخاطر الكهرباء الصدمة الكهربائية. طيب الصدمة الكهربائية عندي، تأثير الإصابة بالصدمة الكهربائية على جسم الإنسان بيتوقف على عدة حاجات. إيه هي؟ يعني عشان الإصابة بالصدمة الكهربائية بتأثر على جسم الإنسان ده بيتوقف على شوية حاجات كده. إيه هما؟ أنا عندي كمية التيار المار خلال جسمه والمسار الذي يسلكه التيار. التيار اللي بيمشي في جسم الإنسان بيبقى قد إيه؟ كميته بتبقى قد إيه؟ والتيار دوت بيسلك قد ايه. انا عندي درجة رطوبة الجلد، درجة رطوبة الجلد عالية متوسطة منخفضة، تمام. انا عندي الشرز والفرقعة. بعد كده الشرز والفرقعة عندي الشرز والفرقعة عندي بيحدث نتيجة ايه؟ بيحدث عند نتيجة من تفريغ الشحنات الكهربائية، بيحدث عند تفريغ الشحنات الكهربائية، تمام. طبعا بيحدث عندي عندما يقفز تيار عالي من موصل لآخر أثناء تشغيل أو إيقاف الدائرة. بعد كده أنا عندي الحرائق والانفجارات. الحرائق والانفجارات أنا عندي في حالة التحميل الزائد على الدوائر الكهربائية بترتفع درجة حرارة الأسلاك الكهربائية، وبيحصل لها عملية، بيحصل عملية صهر للمادة العازلة وبالتالي بيتم احتراقها، فبتؤدي لحدوث حريق أو حدوث شرز وفرقعة بشكل مفاجئ وبشكل انفجاري. يعني بمعنى أصح إن في حالة التحميل الزائد على الدوائر، لو أنا حملت زيادة عن اللزوم على الدوائر الكهربائية اللي عندي هيبدأ إن درجة الحرارة بتاعة الأسلاك هترتفع، تمام، درجة الحرارة بتاعتها هتبقى مرتفعة. بعد كده هيحصل انصهار في المادة العازلة اللي عندي، هتنصهر، هتسخن. بعد كده يحصل عندي عملية احتراق في الأسلاك أو الأجزاء البلاستيكية المحيطة بالأسلاك، تمام. ده بالنسبة للحرائق والانفجارات. طيب الوقاية من حوادث الكهرباء بقى، عشان أوقي نفسي من حوادث الكهرباء، أول حاجة عشان أوقي نفسي من حوادث الكهرباء لازما وأنا بشتغل في الكهرباء بيجي فصل التيار الكهربي عن أي معدة أو جهاز قبل إجراء أعمال الصيانة. يعني بمعنى أصح لما أنا باجي أعمل عملية صيانة للأجهزة الكهربائية اللي عندي أو لأي جهاز عندي في الشركة أو في الشغل، بفصل التيار أو في البيت حتى بفصل التيار الكهربي بتاع البيت كله أو بتاع المنطقة كلها عشان خاطر ما يحصلش أي تماسك كهربي. بعد كده عندي أنا ملمس أي شيء معدني قرب الدوائر الكهربائية، ما ينفعش إن أنا ألمس أي شيء معدني قريب من الكهرباء. برضو ما ينفعش إن أنا أستخدم السلالم المعدنية أو عدد يدوية غير معزولة. إيه تاني؟ ما ينفعش إن أنا أحمل مصدر التيار أو أكثر من طاقته، أحمل مصدر التيار بأكثر من طاقته، لأن لو أنا حملت عليه أكثر من طاقته زيادة عن اللزوم هيؤدي عندي لحدوث حريق، تمام.
بعد كده انا عندي هنبدأ ان احنا نفحص الفيوزات اللي عندي، الفيوز اللي عندي اللي هو البواط الكهربائي ده، ونبدأ ان احنا نقطع التيار ونفصل او نفصل التيار عن الدوائر الكهربائية كلها. بعد ما نصلح العيب اللي في الأجهزة أو في المعدات اللي عندي، نبدأ إن احنا نوصل الفيوزات عادي، ونبدأ إن احنا نوصل التيار الكهربائي عادي. تمام. بعد كده طبعا لازم إن احنا ندرب العاملين في مجال الكهرباء كويس جدا جدا جدا، على استخدام الطفائيات المناسبة للاستعمال في مجال الحريق أو في استخدام حرائق الكهرباء، وما نستخدمش طفايات الماء اللي بتحتوي على أي موصل للتيار الكهربائي. تمام. وبرضو لا نتغاضى عن الاسلاك المتهلكه بتغييرها او اعاده عزلها. ما ينفعش ان احنا نتغاضى عن اي اسلاك متهلكه عندي، ولازم ان احنا نغيرها او نعيد عزلها اول باول، لانها طبعا بتبقى دايبه شويه وبتبقى متهلكه من كتر الاستعمال او من كتر الشغل فيها او قعدت وقت كبير جدا، فلازم ان احنا نغيرها او نعيد عزلها اول باول. اوكي. طبعا عند شحن البطاريات، لما احنا بنيجي نشحن البطاريات بحمض، لازم ان احنا نستخدم وسائل الوقاية المناسبة. ايه هي وسائل الوقاية المناسبة في شحن البطاريات؟ اوراق الوجه، قفازات اللي هي الجوندات اللي عندي، المرايل، البلاستيك. تمام. طيب نيجي بقى للحرائق وكيفية الحرائق وكيفية مكافحتها. تمام. انا عندي الحرائق طبعا بتبدأ على نطاق جيد، يعني بتبدأ ان هي صغيرة، بس بعد كده بتبدأ ان هي توسع عندي اول باول باول، لحد ما بيبقى عندي انفجار كبير. طبعا ده بيبقى نتيجة اهمال في اتباع طرق الوقاية من الحرائق. طيب انا عندي الحرائق 3 انواع. انا عندي الحرائق 3 انواع، في خطر شخصي، في خطر تدميري، في خطر تعرضي. طيب يجي نشوف بقى الخطر الشخصي دوت. يبقى انا عندي، لما انا اجي اقول لك سؤال على سبيل المثال، اقول لك ما هي انواع الحرائق وكيفيه مكافحتها، هتقول لي انواع الحرائق 3 انواع: الخطر الشخصي، خطر تدميري، خطر تعرضي. تمام. طيب نيجي نشوف اول خطر عندي اللي هو الخطر الشخصي. ايه هو الخطر الشخصي؟ اللي هو الخطر على الافراد، اللي هو المخاطر اللي بيتعرض لها حياه الافراد للاصابات. اي مخاطر بيتعرض لها الافراد عندي، حياة الافراد للاصابات عند حدوث الحريق، دي الخطر الشخصي. افراد عادية جدا او اشخاص عادية بيتعرض لها اصابات عند حدوث اي حريق. طيب الخطر التدميري، ايه هو المقصود بالخطر التدميري؟ الخطر التدميري دوت بيحدث من دمار في المباني والمنشآت نتيجة للحريق، وتختلف شدة هذا التدمير باختلاف ما يحويه المبنى نفسه من مواد قابلة للانتشار. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي الخطر التدميري دوت بيحدث نتيجة او بيحدث عموما من دمار في المباني والمنشآت. المباني والمنشآت عندي بيحصل لها حريق كبير جدا، بس بتختلف شدة تدمير الحريق دوت باختلاف ما يحوي المبنى نفسه. المبنى نفسه فيه مواد قابلة للانتشار. ايه هي المواد اللي بتبقى فيه عشان خطر يحصل عندي الخطر ده كله؟ اوكي. طيب طبعا ان الحريق ده بيحصل عندي نتيجة عوامل كتيرة، منها نوع المواد الموجودة منها ومدى قابليتها للاحتراق وطريقة توزيعها في داخل المبنى نفسه. يعني بمعنى أصح، ايه هي المواد اللي موجودة داخل المبنى نفسه ومدى قابليتها للحريق؟ هي مش ضد الحريق ليه؟ اوكي. درجة تأثيرها للحريق، مش او طريقة توزيعها في داخل المبنى نفسه، مش متوزعة المواد دي، مش متوزعة بطريقة كويسة. لو كانت متوزعة بطريقة بروفيشنال شوية، ما كانش هيحصل عندي الحريق ده كله. لكن المواد اصلا ذات نفسها انا مش عارف مصدرها ايه، او انا مش عارف قابليتها للحريق، مدى قابليتها للحريق ايه، ضدها ولا مش ضدها، مش عارف برضو طريقة توزيعها في المبنى نفسه عاملة ايه. طيب الخطر التعرضي، ايه هو الخطر التعرضي؟ الخطر التعرضي دوت هي المخاطر اللي بتهدد المواقع القريبة لمكان الحريق، لذلك بيطلق عليه الخطر الخارجي. يبقى أنا عندي الخطر التعرضي اللي هو المخاطر اللي بتهدد المواقع القريبة لمكان الحريق. تمام. اللي احنا بنسميه الخطر على المجاورات. الخطر على المجاورات ديت، المجاورات دي يعني الأماكن القريبة أو المواقع القريبة بتاعتي، أوكي، لمكان الحريق. لذلك احنا بنطلق عليه الخطر الخارجي.
طبعا ما بنشترطش ان يكون هناك، ما فيش شرط ان يكون هناك اتصال مباشر بين حريق وبين المبنى نفسه المعرض للخطر، لا طبعا. دوت بينتج عادة نتيجة لتعرض المواد القابلة للاحتراق، او برضو اللي بيحوي المواد اللي بتحتويها المبنى نفسه لحرارة ولهب الحريق. برضو المبنى نفسه بيحوي على مواد ايه؟ المواد ديت قابلة للاشتعال ولا ضد الاشتعال او ضد الاحتراق؟ متوزعة برضو كويس داخل المبنى ولا لأ؟ لو كانت طبعا المواد دي مش ضد الحريق، فبالتالي الأماكن القريبة ممكن تزداد خطورة أكتر من الأماكن اللي فيها حرائق. تمام. طيب أنا عندي أسباب الحرائق كتير جدا: الجهل والإهمال واللامبالاة والتخريب. الجهل بالحاجة اللي أنا مستهون بيها، أو الحاجة اللي أنا مثلا ممكن تسبب لي أي مخاطر. الإهمال، بهمل بحاجات كتير. اللامبالاة، بدي لامبالاة في حاجات كتير جدا، بالعكس إن هي ممكن تسبب لي الخراب والتخريب أو لانفجارات كبيرة جدا. التخزين السيء والخطر للمواد القابلة للاشتعال. أنا بخزن عندي مواد قابلة للاشتعال غلط، بخزنها بطريقة سيئة. في عندي حدوث شر او ارتفاع غير عادي في درجة الحرارة نتيجة الاحتكاك في الأجزاء الميكانيكية. عندي طبعا في شر وارتفاع في درجة الحرارة غير عادي، درجة الحرارة بتاعتي بتبقى مرتفعة جدا نتيجة احتكاك عندي في الأجزاء الميكانيكية، في الحرارة بيحصل عندي فيها، فبالتالي بيحصل الحرائق ده. طيب ايه تاني؟ انا عندي الاعطال الكهربائيه او وجود مواد سهله للاشتعال بالقرب من اجهزه كهربائيه. انا عندي اعطال كهربائيه وفي مواد سهله مشتعله بالقرب من الاجهزه ديت، فبالتالي بيحصل عمليه اشتعال او بيحصل عمليه حرائق. تمام. طيب انا عندي نظريه الاشتعال. ايه عناصر الاشتعال؟ عناصر الاشتعال عندي أربعة: في مواد قابلة للاشتعال، في هواء اللي هو الأكسجين، في حرارة اللي هو مصدر الاشتعال، في تفاعل الكيميائي المتسلسل. المادة القابلة للاشتعال طبعا احنا عارفين هي المواد الصلبة زي ايه؟ الخشب، القماش، الورق، الشجر، القطن، الحاجات دي كلها دي مواد صلبة. طب المواد السائلة زي ايه؟ عارفين طبعا المواد السائلة زي الكحولات، البنزين، المذيبات، الشحوم، الحاجات دي كلها مواد سائلة. طيب المواد الغازية زي ايه؟ زي الميثان، الهيدروجين، البوتاجاز، الاستالين، الحاجات دي كلها طبعا عندي مواد غازية. اوكي. طيب انا عندي الهواء اللي هو الاكسجين، انا عندي الهواء المواد اللي بتحتاج للاكسجين عندي عشان تشتعل وتبلغ نسبة الاكسجين في الجو حوالي 21%، بس ما تقلش عن 16% عشان الحريق يستمر بدرجة معينة. يبقى أنا عندي المواد اللي مش بتحتاج سوري المواد اللي بتحتاج للأكسجين عشان تشتعل وتبلغ نسبة الأكسجين في الجو اللي احنا فيه أو الجو الحالي أو في الجو عموما بتبلغ 21% عشان نسبة الأكسجين تشتعل. طيب ما بتقلش عن كام؟ ما ينفعش ان هي تقل عن 16% عشان الحريق يستمر. طيب ده بالنسبة للأكسجين اللي عندي. طيب الحرارة، الحرارة دي هي طاقة حرارية مطلوبة. الحرارة هي طاقة حرارية، طاقة حرارية عشان نزود لزيادة درجة حرارة المادة القابلة للإشتعال، لزيادة حرارة المادة القابلة للإشتعال عشان نزود درجة حرارة المادة القابلة للإشتعال. اوكي. طيب انا عندي مصادر الإشتعال عارفينها طبعا: الكهرباء، تفاعلات كيميائية، أشعة شمس، تدخين، أعمال القطع واللحام. عندي اللهب المباشر زي الكبريت، زي الولاعات، زي الدفايات، السخانات. عندي زي الأفران، الغلايات، الاشتعال الذاتي. الاشتعال الذاتي زي الأكسدة، الأكسدة سوري، الأكسدة لبعض المواد زي الزيوت النباتية، الحيوانية، أو بقايا الدهون. طيب أنا عندي الكهرباء الاستاتيكية. الكهرباء الاستاتيكية ديت بيحصل لها بتبقى نتيجة احتكاك ما بين شيئين زي سريان المواد البترولية في الأنابيب. أوكي. طيب بعد كده أنا عندي في حاجة اسمها تفاعل كيميائي متسلسل. التفاعل الكيميائي المتسلسل ده بيستمر الحريق في الاشتعال لو في عناصر
لو في 3 عناصر موجودة يبقى التفاعل الكيميائي المتسلسل بيستمر، الحريق في الاشتعال، طالما العناصر الثلاثة موجودة. ايه هما العناصر الثلاثة الموجودة عشان الحريق يستمر؟ المادة، الحرارة، الأكسجين. المادة نفسها، مادة المادة اللي بتحترق نفسها، الحرارة اللي هي الطاقة الحرارية اللي عندي، الأكسجين. اوكي، طبعا بتبقى موجودة بنسب معينة وبنسب صحيحة عشان الحريق يستمر. طيب انا عندي الحرائق انواعها، انا عندي في حرائق النوع ايه، تمام، وفي حرائق النوع بي زي ما انتم شايفين، في حرائق النوع سي، وفي حرائق النوع دي، واخر نوع عندي حرائق النوع كي. طيب انا لما اجي اقولك في الامتحان مثلا ما هي انواع الحرائق، هتذكر لي النوع ايه بيتمثل في ايه، والنوع بي برضو بيتمثل في ايه، والسي وهكذا، والدي وكي بيتمثل في ايه. طيب انا عندي الحرائق النوع ايه، دوت بينشأ في المواد الصلبة اللي بتكون غالبا ذات طبيعة عضوية زي المركبات الكربون. مركبات الكربون زي ايه؟ زي الورق وزي الخشب، زي الأقمشة، الشجر، المطاط، البلاستيك، الحاجات دي كلها بتتمثل في المواد الصلبة اللي بتبقى ذات طبيعة عضوية. زي مثلا اهوت زي ما انتم شايفين، ده ورق اهوت، ورق او عندك خشب اهوت، الاتنين بيحترقوا. عندك ورق كرتون اهوت زي ما انتم شايفين، او ورق عادي ده بيحترق اهوت، دي مواد صلبة بينتج عليها مواد صلبة، او بنسميها مواد صلبة او مواد عضوية. عندك الخشب اهو بيحترق، مركبات كربون اهوت ده برضو مركبات عضوية. اوكي، ده بنسميها النوع ايه، دي المواد الصلبة عموما. طيب نيجي بقى في النوع بي. النوع بي دوت الحركة اللي بتحدث في المواد السائلة والغازية زي مثلا بنزين السيارات، الكيروسين، المذيبات، الشحوم، الكحولات. الحاجات دي بتبقى أفضل مواد لإطفاء المستخدمة، مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق. طيب عشان احنا نطفي الحرائق اللي من النوع ده هنتفاهم ايه الاول؟ بس تعالى ما نشوف ايه اللي عندي على الارض دوت، او ايه اللي مسكوب على الارض دوت. انا عندي ده بنزين اهوت، او كيروسين على سبيل المثال زي ما احنا ما شايفينه اهو، ده بنزين اهوت في ولعة فيه اهوت، دي اسمها مواد سائلة، مواد سائلة وغازية. طيب نطفيها ازاي؟ ايه هي المواد اللي ممكن نطفي بيها؟ انا عندي المواد اللي احنا ممكن نطفي بيها رغاوي، او ثاني اكسيد الكربون، او الهالوجين، او البودرة. اوكي، يبقى انا عندي 4 انواع احنا ممكن نطفي بيهم الحريق اللي من النوع دوت، اللي من نوع البنزين او الكيروسين او المذيبات، زي الرغاوي، زي ثاني اكسيد الكربون، زي الهالوجين، زي البودره. طيب نيجي نشوف بس الحرائق النوع ايه، احنا ممكن نطفي الحاجات دي بايه، احنا ممكن نطفي المواد دي بايه، الورق الكرتون اللي عندي او الخشب دوت المشتعل دوت احنا عايزين نطفيه، فايه هي المواد اللي احنا ممكن نطفي بيها؟ انا عندي البودره الجافه او الماء. عندي انا لو جبت مثلا خرطوم ميه وطفيت بيه عادي، اوكي هيطفي عندي اصلا. لو بودرة برضو، البودرة الجافة برضو هيحدث عندي عملية اطفاء. تمام، ده بالنسبة لحرائق النوع A وحرائق النوع B. طيب نيجي لحرائق النوع C. حرائق النوع C اللي بتنشأ في المعدات والأجهزة والتجهيزات الكهربائية، زي مثلا أنا عندي اهوت الجهاز اهوت، الأجهزة الكهربائية، عندي دي باريز اهوت، باريزتين تحت بعض. لو هم حصل لهم اي اشتعال او اي حرائق من اي نوع، ممكن نستخدم في حالة الاطفاء فيهم، ممكن نستخدم ثاني اكسيد الكربون وهالوجين او بودرة. اوكي، طيب عشان اواجه الحرائق او الحريق اللي بيبقى من نوع التجهيزات الكهربائيه، لازم ان انا اعمل ايه؟ اول حاجه هنفصل التيار الكهربائي النهائي قبل اجراء عمليه الاطفاء. لو انا مثلا عندي زي ما انا ما شفت في اجهزه كهربائيه عندي مشتعله زي ما احنا ما شايفين هنا، وعايزه اطفيها، قبل ما احنا ما نطفيها الاول لازم نفصل التيار الكهربائي الاول اللي هو البواط اللي عندي، بوط الشقة كلها أو بوط الشركة كلها، لازم أن نفصله قبل ما أنا أجري أي عملية إطفاء عشان ما يحصلنيش عملية أي كهرباء ما تكهربش. بستخدم وسائل إطفاء بتناسب مع نوعية المادة المشتعلة، بستخدم وسيلة الإطفاء اللي بتناسب مع نوع المادة المشتعلة في النار.
تمام. طبعا في حالة تعذر فصل التيار الكهربي او عدم التيقن، لو انا مش عارف ان انا افصل التيار الكهربي او انا مش عارف فصلته ولا لا، في الحالة ديت انا بستخدم مواد الاطفاء اللي ملهاش اي خاصية بالتوصيل الكهربائي، تمام، عشان اضمن ان عشان اضمن ان انا مفيش اي وصلة كهربائية ممكن هي تضرني او ممكن هي تكون مشتعلة او في وصلة تيار كهربي انا شغال بيها اصلا، تمام. طيب نيجي بقى لحرائق النوع دي. حرائق النوع دي اللي بتنشأ في المعادن زي معادن الصوديوم البوتاسيوم المغنيسيوم، اللي بتنشأ في معادن الصوديوم والبوتاسيوم زي المغنيسيوم زي المعدن دوت. المعدن ده صوديوم اهوت، طبعا ما ينفعش ان احنا نستخدم الماء في حال اطفاء هذا النوع من الحريق، لو اهوت مولع اهوت ما ينفعش ان المعدن دوت بيحترق وانا اجي اطفيه بماء، لا طبعا. في الحاله ديت انا هطفيه ببودره جافه او هطفيه مثلا بجرافيت او رمل او اكتر نوع انا بستخدمه عموما او هو شائع هو البودره الجافه. طيب حرائق النوع كيم، حرائق النوع دوت هو حرائق النوع كي دوت هو بيقول لك هو نوع حديث من الحرائق. النوع كي دوت هو بيتمثل او بيختص في الحرائق اللي بتمثل الزيوت النباتيه بالمطابخ، يعني على سبيل المثال عندك اهوت على شكل دي انيه اهي زي ما احنا ما شايفين، زي ما احنا ما شايفين اني هي على هيئه طاسه، تمام. الزيت بتاعها الزيت النباتي اللي فيها مولع قوي، درجه الحراره بتاعته مرتفعه، تمام، درجه حراره النار مرتفعه، فبالحاله ديت الطاسه اصلا ولعت خالص، تمام، او الانيه عندي ولعت خالص، ففي الحاله ديت طبعا هطفيه عندي باي نوع، ممكن اطفيه عندي بميه برضو ما فيش اي مشكله عندي فيه. طبعا انا عندي طرق اطفاء الحريق، تبريد الحريق، عندي 3 انواع او 3 عمليات لاطفاء الحريق. اول حاجة عندي تبريد الحريق زي ما احنا ما شايفين، تاني حاجة عندي خنق الحريق، تالت حاجة عندي تجويع الحريق. لو انا جيت قلت لك على سبيل المثال ما هي نظرية أو طرق إطفاء الحريق أو هي أو ما هي نظرية الإطفاء للحريق، أول حاجة تقول لي 1 تبريد الحريق، 2 خنق الحريق، 3 تجويع الحريق، بس أنا مش عايزة تفاصيل، تمام. طيب أنا عايزة بقى شوية قواعد عامة كده لإطفاء الحريق. أول حاجة إن أنت تبعد، لازم إن أنت تبعد عن الحريق بحوالي من 3 ل 5 متر وأنت بتكافح أو أنت بتواجه الحريق، تمام، أو أنت بتطفي الحريق. طبعا لازم وأنت بتكافح الحريق أو أنت بتطفي الحريق بتقف اتجاه عكس الريح، تمام، بتقف اتجاه عكس الريح، اتجاه سوري بتقف اتجاه الريح وليس العكس، بتقف اتجاه الريح مش عكس الريح، تمام. ما ينفعش ان انت وانت بتواجه الحريق تقف من منتصفه، لا، يا تقف من يا من قدامه ويا من وراه، اوكي، ما ينفعش ان انت تقف في النص. بعد كده لازم ان انت تحرك الطفايه بتاعتك من اليمين لليسار اثناء المكافحه، وانت بتطفي تمسك الطفايه كده بايدك وتبدا ان انت يمين يسار يمين يسار اللي هو شمال يمين كده وهكذا. بعد كده هتكافح الحريق من اسفل لاعلى، وبعد كده طبعا ينفعش ان انت تسيب المكان مكان الحريق وتمشي والحريق لسه شغال، لازم تتاكد ان اطفاء الحريق تمام، ما فيهوش اي ذره حريق تانية، اوكي. انا عندي اجهزه ومعدات مكافحه الحريق، انا عندي بتنقسم انواع الطفايات، المعدات اليدويه طبعا اللي هي المكافحه الاوليه، انا عندي انواع الطفايات اليدويه، في حاجه اسمها طفايات الماء المضغوط، في حاجه اسمها طفايات ثاني اكسيد الكربون، في حاجه اسمها طفايات الرغوه، في طفايات البودره الكيماويه، في طفايات الهالون، في بطانيه الحريق. لو انا جيت قلت لك ما هي انواع الطفايات اليدويه هتذكر لي دول بس، طفاية ماء مضغوط، طفاية ثاني أكسيد الكربون، طفاية رغوة، طفاية البودرة الكيماوية الجافة، الهالون، الحريق، بس مش عايزة أكتر من كده، تمام؟ مش عايزة كل ده. طيب نيجي لكيفية استخدام طفاية الحريق، ازاي ان انا استخدم طفاية الماء دي، طبعا انا مش عايزاها، مش عايزة كل ده،
كل ده احنا قايلينه في الاول. اول حاجة عندي دليل الوقاية من الحريق، تمام؟ يعني انا لو انا جيت قلت لك دلوقتي انا عايزة اوقي نفسي من الحريق، ايه هو الدليل ان انا اوقي نفسي بيه؟ اول حاجة عندي التفتيش والفحص الدوري على اماكن العمل. هبدأ ان انا اعمل عملية تفتيش وفحص دوري على مكان العمل. بعد كده عندي النظافة ومنع التدخين وحمل أعواد التقابل والإعادة والتخزين السليم. هبدأ إن أنا أنظف في النظافة الكاملة، مفيش أمنع التدخين تماما، حمل أعواد التقابل والإعادة والتخزين السليم. طبعا أعواد الثقاب اللي هي أعواد الكبريت والولاعات طبعا همنعه. العناية بطفايات الحريق اللي لازم ان انا اهتم بيها. طيب انا عايزة دلوقتي اشتراطات السلامة والامان اللي واجب توفرها عند اعداد خطة الوقاية من الحريق بالمنشآت والمعامل والمباني الادارية المؤسسات التعليمية. اول حاجة عندي لو انا جيت قلت لك ما هي اشتراطات السلامة والامان اللي واجب توفرها عند اعداد خطة الوقاية من الحريق بالمنشآت، هتقولي ايه دلوقتي؟ اول حاجة هتقولي توصيات متعلقة بعناصر تكوين المبنى، تمام. تاني حاجة عندي توصيات متعلقة بمسالك الهروب وتوصيات متعلقة بالإضاءة وتجهيزات كهربائية بس. نيجي لأول حاجة عندي التوصيات المتعلقة بعناصر تكوين المبنى. طيب سيبك من كل ده، لو انا جيت قلت لك على سبيل المثال ما هي التوصيات المتعلقة بعناصر تكوين المبنى، في الحالة دي انت عليك ان انت تذكر لي الست نقط دول، اللي هي اول حاجة بتدرس العناصر اللي بتكون منها المبنى ومدى مقاومتها للنيران، هل هي مقاومة للنيران ولا لا. بعد كده بتحدد الفتحات الموجودة بالحوائط والأسقف والأرضيات، بتحدد الفتحات اللي بتبقى موجودة في الحوائط الكاملة اللي عندك والأسقف والأرضيات. طبعا اللي بيسهل عشان يسهل عليك نفاذ لهب وحرارة الحريق عشان تضمن شوية حاجات. ايه هما؟ تركيب ابواب مقاومة للنيران، الابواب بتاعتك لازم تكون ضد النيران. ممكن انت تستبدل مكان ليس مقاوم للنيران بابواب اخرى مقاومة للنيران، بتغلق الابواب تلقائيا عند حدوث الحريق، تمام. جعل الأسقف والأرضيات من مواد مقاومة للنيران. في احتياطات لازمة انت تاخدها لمنع انتشار الحريق بالمناور ومواقع السلالم وهكذا، اوكي. والتوصيات المتعلقة بمسالك الهروب تمام معاك، التوصيات المتعلقة بالإضاءة والتجهيزات الكهربائية تمام معاك. طيب برنامج حماية القوى السمعية، ايه هو برنامج حماية القوى السمعية؟ انا عندي اللي هو الضوضاء، اللي هو الصوت الغير مرغوب فيه واللي بنتعرض له في المنزل والشارع والعمل، وهو بيمثل مثلا من مصر بتمثل قد ايه من الضوضاء، بتمثل ثالث دول العالم من الضوضاء. انا لو جيت دلوقتي اقول لك ما هو الضوضاء تقول لي هو صوت غير مرغوب فيه نتعرض له في المنزل والشارع والعمل، وتعتبر مصر من ثالث دول العالم في الضوضاء. طيب نيجي نقيس الصوت، هنقيس الصوت ازاي؟ هنقيس الصوت بوحدة تسمى الديسيبل. طيب ايه هو الديسيبل دوت؟ الديسيبل ده هو ادنى فرق ما بين صوت واخر يمكن ان تحسه الاذن البشرية. الديسيبل ده هو ادنى فرق ما بين صوت واخر يمكن ان تحسه الاذن البشرية. طيب المواصفات السلامة والصحة المهنية حددت له مواصفات، ايه المواصفات دي؟ قالت ان هو اعتبار من 90 ديسيبل هو الحد المسموح التعرض له من الضوضاء لمدة 8 ساعات يوميا، يعني لمدة 5 ايام في الاسبوع بدون ضرر، يعني لمدة 8 ساعات يوميا بس لمدة 5 ايام في الاسبوع، تمام؟ بس بدون ضرر، تمام؟ طيب نيجي بقى لمستويات الصوت المسموح بها. انا عندي 90 ديسيبل لو انا مستويات الضوء بتاعت الفتره الزمنيه بتقعد قد ايه؟ 8 ساعات. لو 92 ديسيبل هيقعد عندي الفتره الزمنيه 6 ساعات. لو 95 ديسيبل يبقى 4 ساعات. لو 97 ديسيبل يبقى 3 ساعات وهكذا، اوكي. لو 1000 لو سوري لو 100 ديسيبل يبقى ساعتين، اوكي وهكذا.
آثار الضوضاء برضو، أنا ممكن أقولك ما هي آثار الضوضاء. أول حاجة سحق وإتلاف خلايا الأهداب بتؤثر على العين، في علاقة ما بين الضوضاء والتوتر النفسي والعقلي، بتؤثر على المرأة الحامل حيث تؤثر على الجنين، بتؤثر على القلب وضغط الدم، بتعمل لي صعوبة التخاطب مع الآخرين، في عدم اتزان بيحصل لي، في تأثير فيسيولوجي اللي هي الدوخة اللي عندي. تمام، الحاجات دي كلها آثار ضوضائية. طيب ايه هو برنامج الأوشة لحماية القوى السمعية؟ أول حاجة الفحص، المتابعة والفحص. أنا عندي 2 فحص القوى السمعية، 3 فحص الفحص السنوي اللي عاملين. تمام، وعندي طبعا الاحتفاظ بالسجلات. طيب عندي رابعا مخاطر العدد اليدوية. لو انا جيت قلت لك ما هي تعليمات وارشادات السلامه اللي هي الاوشا ما بين قوسين كده، وكتبت لك اللي هي الاوشا اللي عندي، طبعا عارفين الاوشا دي ايه. الاوشا دي هي منظمه امريكيه للسلامه والصحه المهنيه اللي فرضت السلامه والصحه المهنيه ونفذتها هناك في الولايات المتحده الامريكيه، وهي الحروف الاولى من السلامه والصحه المهنيه. طيب ايه هي التعليمات بتاعتها؟ هي بتقول لك ان التعليمات بتاعتها لا تستعمل ابدا عده غير ملائمه للعمل، يعني غير مناسبه، ابعد عن اي عده او اي معده تالفه او غير سليمه. لازم تفحص العدد اليدوية قبل استخدامها. ما ينفعش ان انت تستعمل مفاتيح الربط اللي بتكون مفكوكة ومشوهة، ما ينفعش ان انت تستعمل ادوات القطع ذات الشفرات والنقاط الضعيفة، برضو ما ينفعش ان انت تستعمل ادوات الطرق ذات الرؤوس الهشة او المعيبة. لا تستعمل المبارد التي ليس لها مقابض، الحاجات دي كلها طبعا ما ينفعش ان نستخدمها. طيب ايه الاخطاء اللي بتسبب لي الاصابه من استخدام العدد؟ اول حاجه ان انا بستعمل الات او عدد غير مناسبه للعمل، على زي مثلا استعمال مفتاح الصواميل كمطرقه او استعمال مبرد كرافعه. طيب ايه تاني؟ استعمال عده يدويه تالفه، او زي ايه، زي استعمال اجنه برأس مفلطحه او مشرشره، او استعمال شاكوش بيد غير مثبت جيدا. عندي استعمال غير صحيح للعدد والآلات اليدويه، عندي عدم وضع العدد والآلات في اماكن غير آمنه. طيب عندي مخاطر الماكينات والآلات. ايه هي مخاطر؟ اول حاجة انواع المخاطر المحتملة بالماكينات والآلات. في عندي مخاطر بتحتمل او بتتعلق بالمعدة نفسها زي مخاطر القص والتسلخات، عندي مخاطر تتعلق بموقع المعدة نفسها زي مدى ثبات المعدة او قربها من المعدات الاخرى، عندي مخاطر تتعلق بنظام العمل المصاحب للمعدة زي اعمال التحميل اليدوي، كل ده انا شرحاه. انواع الاصابات الشائعة القطع والقص، تمام، الاختراق والثقب، الصدمات، انحشار، احتكاك وتسلخ، ثقب. عندي بعض وسائل الوقاية من المخاطر المحتملة، عندي بعض وسائل الوقاية من المخاطر المحتملة، المخاطر المحتملة من الآلات والمعدات. لو أنا جيت قلت لك إيه هي أهم وسائل الحماية من المخاطر المحتملة من الآلات والمعدات، أول حاجة هتقول لي موقع، من حيث موقع المعدة، وحددت لك قلت لك من حيث موقع المعدة، هتقول لي النقط دي، تمام، الثلاث نقط دول. تمام، طيب لو انا جيت مثلا وقلت لك للوقاية من المخاطر المتعلقة بأسطح العمل والسير يجب مراعاة الآتي. لو أنا جيت قلت لك مثلا وسألتك في الامتحان أو حطيت لك سؤال قلت لك كيف تحدث، أو للوقاية من المخاطر المتعلقة بأسطح العمل والسير نقط. تمام، في الحالة دي هتقول لي النظافة العامة، الأغطية وحواجز الوقاية، حمولة الطوابق والأرضيات، السلالم الصناعية الثابتة، وهكذا بقى. تمام، كل ده معاك. طيب نيجي نشوف بقى مهمات السلامة للوقاية الشخصية. طبعا مهمات السلامة للوقاية الشخصية مفيش أسهل منها، احنا بنحدد نوع المخاطر قبل ما نخش بس في الارشادات العامه ديت، عايزين نشوف ايه مهمات السلامه الوقايه الشخصيه. انا عندي الخوذه، الفيست، عندي الكمامه، عندي النضاره، عندي القفازات، عندي السيفتي، عندي سدادات الاذن، الحاجات دي كلها مهمات السلامه الوقايه الشخصيه.
طيب انا عندي ارشادات عامه لازم ان انا اعرفها. الارشادات العامه ديت انا مش عايزاها. انا لو انا جيت قلت لك في الامتحان ما هي الشروط التي يجب توفرها بمهمات الوقايه الشخصيه، هتذكر لي ال3 نقط دول. طبعا لازم ان انت تختار مهمات الوقايه الشخصيه بحيث ان هي تكون مطابقه للمواصفات العالميه، بحيث ان هي تقلل الاخطار اللي بنستخدمها من اجلها. طبعا تكون مناسبه للجسم ومريحه للعامل وسهله الاستخدام، اللي هي ايه؟ اللي هي مهمات الوقايه الشخصيه. السيفتي اللي في رجليه يكون سهل مريح، الفيست مرن كويس، الخوذه ما تكونش تقيله كويسه، ما تكونش مضايقاه. الحاجات دي كلها لازم تكون سهله وسلسه للعامل وسهله الاستخدام، وحجمها برضو يكون مناسب، وبالتالي شكلها يكون مقبول للظروف وشكلها يكون مقبول وبتتحمل ظروف العمل. طيب ايه هي واجبات العامل اتجاه مهمات لو انا جيت سألتك وقلت لك ايه هي مهمات او هي مهمات واجبات العامل اتجاه مهمات الوقاية الشخصية، هتقولي دول: تدريب العامل على استخدام الصح لمهمات الوقاية الشخصية، هتدرب العامل كويس جدا على الاستخدام الصح لمهمات الوقاية الشخصية، لازم ان انت تطبق اللوائح وانظمة السلامة بالمنشأة لإلزام العامل استخدام مهمات الوقاية الشخصية، وبرضه إن هو ينظم البرامج التوعية عشان توضح لهم إيه هي الفوائد اللي ممكن تتجنب وقوع الإصابات منها. تمام؟ طيب إيه هي أنواع مهمات الوقاية الشخصية؟ أنواع مهمات الوقاية الشخصية إحنا قلنا هي اللي هي الملابس الواقية اللي إحنا بنستخدمها، الملابس الواقية زي عندي الأوفرهول، المراية، الأحزمة الواقية في حماية الجسم من الأضرار المختلفة. عندي طبعا لو أنا جيت قلت لك انواع مهمات الوقايه الشخصيه هتقولي طبعا ايه الملابس الواقيه وعندك معدات حمايه الراس. طيب تمام، انا ما عنديش مشكله في ده كله. انا ممكن اجيب لك مثلا سؤال واقول لك إيه عندك المعده، طبعا معدة الأوفرهول والمرايل، مادة التصنيع البلاستيك المرن هدفها ايه ومين الفئة المستعملة اللي بيكون بيستخدمها؟ طبعا انا ممكن اجيبها وممكن لا، على حسب. زي ما انتم شايفين اهو، ده الأوفرهول والمرايل بيتصنع من ايه؟ بيتصنع في جلد وفي قماش، في بلاستيك، في بلاستيك مارين، في مرايل، في اسيست مطلي بالالومنيوم. الحاجات دي كلها طبعا ليها فئة بيستخدمها وليها اهداف واغراض بيستخدموها ليه. تمام، ده انا مش عايز ايه. حماية الأذرع والكتف اهوت، انا عندي في حالة التعرض للأتربة الضارة ممكن احنا نوقي الأذرع بالمواد الضارة باستخدام أكمام واقية. دي الأكمام الواقية اللي عندي من بعض القماش الثقيل، طبعا بتبقى قماشتها تقيلة. تمام، طيب معدات حماية الرأس أهيت الخوذة، طبعا لحماية الرأس من الأجسام الصلبة التي تسقط فوقها واصطدامها بالمواد والأجهزة، تستخدم القبعات اللي هي الخوذات، بس بيوجد منها أنواع كتير جدا بتعتمد على المواد الداخلة في تركيبها ونوعية المخاطر المحتملة وقوعها. تمام، طيب أنا لو أنا جيت قلت لك ما هي شروط مواصفات أو قلت لك مثلا يوجد شروط ومواصفات لابد أن تتوافر في وقاية الرأس اللي هي الخوذة، هتقول لي النقط دي. تمام، اللي هي لازم تكون الخوذة متصنعة من مواد خفيفة بس تكون مقاومة للصدمات، بحيث ان هي ما تكونش ثقيلة على الرأس، تكون فعالة في توفير الحماية فانها مزودة من الداخل بحامل مرن يمكن ضبطه، ان تكون المواد المصنعة منها الخوذة لها القدرة على العزل الكهربائي. انا عندي الخوذة لازم تكون مزودة بسير جلدي بحيث ان هي تكون تثبيتها سهل اثناء لبسها. طبعا الحاجات دي كلها، طبعا مش هقول الحاجات دي كلها، انا مش عايزة من الشروط دي غير 5 نقط او 6 نقط فقط لا غير. اهيت الخوذه، اهيت في خوذه متصنعه من البلاستيك، في من البلاستيك الخفيف، في من البلاستيك المقوي بشبك فولاذي، في الالومنيوم العاكس الحراره، في النحاس، في القطن. الحاجات دي كلها بيبقى لي فئه مستخدمه منها والهدف من استخدامهم ايه. اهيت عندي اهيت ليها الوان صفراء وبيضاء. انا عندي معدات حمايه السمع اللي هي السدادات، سدادات الاذن. طبعا لو انا جيت قلت لك تعمل سدادات الاذن، ما هي فائده سدادات الاذن؟ في فرق ما بين سدادات الاذن وفي فرق ما بين اغطيه الاذن، اهي عشان بس ما تتلخبطوش. دي السدادات،
دي سدادات الأذن، دي أغطية الأذن اللي هي بتغطي الأذن بتاعته كلها، السدادات دي تمام بتبقى شوية من المطاط والبلاستيك. تمام، دي السدادات ودي الأغطية. لو انا جيت برضو قلت لك شروط ومواصفات خاصه لابد ان تتوفر في وقايه السمع، هتقولي دول طبعا اجراء القياسات لمستوى الضجيج بمكان العمل، اجراء تحليل الصوت اللي بيصدر عنه لمعرفه مقدار تردده، تاني حاجه التنبيه على العمال بضروره تطهير سدادات الاذن، لازم ان احنا نطهر الاذن نطهر سدادات الاذن بطريقه كويسه قبل ما احنا ما نستخدمها عشان ما تسببليش اي التهابات او اي اضرار في الاذن. تمام، معدات حمايه الجهاز التنفسي اللي هي الكمامات اللي عندي اهيت، كمامات الأتربة اللي هي الداست ماسكس والجهاز الواقي الكيماوي، الكمامات الشاملة، أجهزة التزويد بالهواء، جهاز الوقاية الهوائي اهوت. هاجي مثلا اقول لك معدات حمايه، من معدات حمايه الجهاز التنفسي نقط، هتقولي طبعا كمامات الاتربه، جهاز الوقايه الكيميائي الواقي الكيماوي، الكمامات الشامله، اجهزه التزويد الهوائي، جهاز الوقايه الهوائي. تمام، وفي عندي طبعا اجهزه التنفس الكامله اللي هي اسمها فول فاس ماسكس، وفي عندي كمامات ورقيه وقطنيه اللي هي ديت اللي هي بتبقى عامله زي الورق والقطن، عندي احنا شايفينها دي، هجيبها لك على هيئة نقط. اوكي، ودي أجهزة التنفس المنقية للهواء زي ما احنا ما شايفين اهي، اهي اللي احنا لسه اهي دي أجهزة التنفس الكاملة. في حالة تعرض لغازات السامة والحاجة للأكسجين مثل أعمال الغوص، واحتوي الجهاز على أسطوانة أكسجين بوزن مناسب مزود بصمام تحكم اهوت، اهي دي أجهزة التنفس اهو اهو، اجهزه التنفس ده واحد غواص اهو واخد اجهزه التنفس معاه كامله مكمله، دي مزوده بهواء، ده خرطوم الهواء اللي عنده اللي هو بيتنفس منه. تمام، طيب اجهزه التنفس المزوده بالهواء اهيت زي ما احنا شايفينها اهوت، اهو خرطوم اهوت اللي هو بيتنفس منه، ده المزود بالهواء، الخرطوم ده كله هو اللي بيتنفس منه. معدات حماية اليدين اللي هي القفازات، طبعا انا بستخدم القفازات دي في امتى، انا بستخدم القفازات دي في حالة التعرض للحرارة، ممكن ان انا استخدم قفازات مرنة مصنوعة من مواد مقاومة للحريق، زي مثلا في حاجة اسمها الاسباتوس، الاسباتوس دوت بعض انواع الجلد زي اعمال اللحام وصهر المعادن. تمام، عندي في حالة التعرض لتأثير الكيماويات الخطرة زي الأحماض والقلويات ممكن أنا أستخدم قفازات من المطاط بطول مناسب لحماية الأذرع. طبعا لو أنا بشتغل في الكهرباء ممكن أنا أستخدم قفازات عازلة للكهرباء، ممكن بس بتصنع من المطاط، المطاط دوت بيكون خالي من الكربون. تمام، عندي القفازات اهيت، دي مادة التصنيع المصنعة، القماش، الجلود، البلاستيك، الصوف، القطن، الهدف من استعمالها ايه، الهدف مثلا من استعمال القماش ايه، الوقاية من الأوساخ، الهدف من البلاستيك ايه، الوقاية من المواد الكيماوية، ومين اللي بيستخدمها مثلا صناعة الكيماويات، نقل المواد ذات الأطراف الحادة وهكذا، الفئة مين الفئة اللي بيستخدمها اهوت. في عندي قطن، في عندي مطاط، في صوف، في بلاستيك، في قماش، في جلو، في جلد، في حاجات كتير اهو زي ما احنا شايفين، في بلاستيك، البلاستيك اهوت بيستخدم في الصناعات الكيماويه في اعمال الكيماويات الكيميائيه سوري. طبعا معدات حمايه القدمين اللي هي السيفتي اللي عندي اهوت، لحمايه القدمين من خطر سقوط المواد عليها او تعرضها للاصطدام بالمواد، تستخدم الاحذيه الواقيه المصنوعه بمواصفات خاصه تلائم طبيعه المخاطر المتواجده في اماكن العمل المختلفه. طبعا احنا عارفين ان في انواع احذيه واقيه كتيره جدا، منها في احذيه مصنوعه من الجلد الطبيعي والصناعي، ده بيبقى بمقدمه فولاذيه هنوريه لكم دلوقتي، لحمايه القدم من اي سقوط من سقوط المواد عليها. في احذيه بتبقى مانعه للتزحلق، دي برضو بتبقى مصنوعه من الجلد بس ذات ارضيات تمنع من الانزلاق والسقوط خاصه في اماكن العمل. في احذيه ذات ساق طويله اللي هي بتبقى ذات الرقبه الطويله، تمام ذات الرقبه الطويله ديت دي بتبقى واقيه جلديه بتغطي الساق، ودي بنستخدمها في اماكن العمل اللي بيكون فيه اجسام معدنيه. في طبعا احذيه مصنوعه من المطاط الصناعي او الطبيعي، في احذيه بتبقى عازله للتيار الكهربائي. تمام، ده ذات الرقبه الطويله اهوت،
ده جلد زي ما احنا مش شايفين. كل الحاجات دي في أحذية طبعا بتبقى عازلة للكهرباء خالص. دي الأحذية بتبقى ذات المقدمة الفولاذية اللي احنا شايفينها، دي مقدمة فولاذية. طيب معدات حماية الوجه واليدين بقى، أول حاجة الوجه والعينين، سوري الوجه دوت، هو عبارة المعدات دي بتبقى عبارة عن أقنعة بلاستيكية أو معدنية أو نظارات زجاجية لحماية الوجه والعينين من الأجهزة أو سوري من الأجزاء المتطايرة والأشعة من طرطشة المواد الساخنة. طيب الجدول ده بيوضح لي المعدات المستخدمة لحماية الوجه والعينين زي ايه. مثلا عندي النظارات والواقيات، انا عندي فيها في فرق ما بين النظارات وفي فرق ما بين الواقيات. النظارات اللي هي البلاستيك الشفاف، الهدف من استخدامها حماية العينين من تطاير الغبار والأجسام الدقيقة. الفئة المستخدمة مين؟ صناعة الأخشاب. برضو مادة التصنيع منها البلاستيك المقاوم للحرارة، الهدف من استخدامها حماية العين من تطاير الشرر والأجسام. مين اللي استخدمها؟ عمليات اللحام. طيب نيجي للواقيات بقى، في واقيات عندي بلاستيك شفاف، في تشبك معدني فولاذي، تمام. الحاجات دي كلها برضو بيبقى ليها هدف من استخدامها أو استعمالها، وبيبقى ليها فئة بتستخدمها، تمام. اهيت دي نظارات البلاستيك اللي احنا كلنا عارفينها، بس دي الواقيات بقى، دي نظارات الواقية، دي نظارات الزجاج الواقية، اما ديت نظارات البلاستيك الواقية، دي نظارات البلاستيك الواقية، اما دي نظارات الزجاج الواقية، تمام. زي ما احنا مش شايفين اهي، دي الخوذة بتاعت الواقية اللي عندي العملية اللحام. لو انا شغال فرشة لحام انا لازم البس الخوذة ديت، الخوذة ديت بتوقي لي عيني من اي ضرر ممكن يصيب لي وانا في فرشة اللحام. دي طبعا بتبقى نظارات، النظارات دي بتبقى خاصة في اعمال اللحام برضو. دي خوذة مزودة بساتر واقي للوجه، اللي هو الساتر دوت اللي هو الواقي اللي نازل ده، ده اللي بيحمي عندي الوجه كله، تمام. عندي طبعا في معدات الحمايه من السقوط اللي هي احزمه الامان، زي ما احنا لسه قايلين من شويه في اول المحاضره. لو انا شغال على سقاله فوق في الدور الثالث او الرابع او الخامس او اعلى من كده، لازم الحزام دوت استخدمه، لازم استخدمه وانا في الادوار ديت زي اعمال البناء اللي بيستدعي طبيعه عملهم للصعود لاماكن عاليه. لاني لو انا لا قدر الله ممكن اقع من الدور الخامس او الرابع، فالحزام دوت وانا لابسه دوت بيحميني، او بمعنى اصح ده بيبقى مزود بوسيله بتثبت لي جسمي، وبتثبت لي اخر المكان، بتثبت لي برضو المكان اللي انا شغال فيه، مكان العمل اللي انا شغال فيه. جسم الانسان او الجسم الثابت بتاع جسم الانسان بيثبت لي بمكان العمل. يعني زي ما المكان زي ما انا شغال في المكان، زي ما انا واقف في المكان، انا مش هتحرك، انا زي المكان اللي انا واقف فيه، تمام. الحزام دوت بيبقى موقيني، لاني برضو اهوت، عشان برضو اهوت الحزام اهو زي ما انتم شايفين، ده حزام الامان اللي هو بنسميه حزام السقالات. ده شوف مربوط فين، مربوط في مكان العمل اللي هو شغال فيه. يعني هو لو اتحرك برضو المبنى هيتحرك معاه، فبالتالي هو اصلا مش هيعرف ان هو ينزلق لتحت، لان في حزام امان هو مقيم من كل ده، حميه من السقوط اهو زي ما انتم شايفين اهوت. هو وليكن دلوقتي او قاعد اهوت في الدور التاني او التالت او الرابع زي ما انتم شايفين، لابس حزام الامان معاه. وشوف ربطه فين، في الدور نفسه، يعني لو هو الدور واقع هو هيقع معاه، تمام. زي ما انتم شايفين اهي، دي نظارات السلامة، النظارات بتاعتي اللي بتحميني، القبعة السلامة اللي هي الخوذة، قميص مضاد النار، البنطلون بتاعي من القطن اللي بيحميني، او دي بطانة من الجلد، الجوندات، ده حذاء السلامة سيفتي، قفازات الجلد اللي عندي، تمام. وبكده نهينا المحاضرة ديت، المحاضرة كده خلصت. يا رب تكون عجبتكم ان شاء الله، وبإذن الله الامتحان مش هيبقى فيه اي مشكلة، في اكمل، في صح وغلط، في اسئلة نظري جاية، في اسئلة عملي جاية. المهم ان الامتحان بإذن الله مش هيكون صعب خالص، تمام، ما تقلقوش، بس اهم حاجة ان انتوا تذاكروا كويس جدا جدا جدا، وتسمعوا الفيديوهات كتير، تمام. اشوفكم على خير ان شاء الله يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.